صحيح انه شفت نجيب الريحاني بحلمك؟ ده شو قال لك؟ هو الحقيقه جالي وقال لي حسبي الله ونعم الوكيل فيه. بصي ما حصلش حوار، هو داري بالقلم الحقيقه. هو شاورني. شاورلك؟ ده كنت راكب تاكسي ولا ايه؟ ليه سميت برنامجك تقدر مع الغيطي؟ تقدر مع الغيطي؟ لا ده المفروض تسميه تقدر تستحمل الغيطي.